بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوتي أخواتي الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لنا جميعا، لا بد لنا أن نعيش حالة من التفاؤل في حياتنا في كل ظروفها. مهما مرت بنا من المصاعب علينا أن لا نستسلم، لأن الإنسان إذا عاش جوا من الاضطراب ومن الخوف ومن هذه الحالة من الهوس الداخلي لا يمكن له أن يخرج من هذه المحنة. فهذا ليس بحل أن يعيش الإنسان هذه الحالة من القلق، ولا بد له إذا أراد أن يخرج من هذه المحن ومن هذه المشاكل عليه أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية التي سنها على عباده أنه جعل في هذه المحنة الانفراج والخروج من هذه الأزمة، حيث قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعلينا أن نتأمل في هذه الآية المباركة. الله جل وعلا ذكر العسر بالألف واللام معرفة، إن مع العسر يسرا، ونكر اليسر وذكرها مرتين، وذلك ليبين أن العسر مهما كان فهو منحصر معلوم، إلا أن اليسر يأتيك من كل مكان. إن مع العسر يسرا. لذلك ورد في الأحاديث: لا يغلب عسر يسرين. الله سبحانه وتعالى جعل مع كل محنة ومع كل أزمة انفراجين، وهذا هذه الرحمة الإلهية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده، متى يتمتعوا بها؟ إذا آمنوا بها واعتقدوا بها. ما دمت أيها المؤمن أنك مؤمن أن الله سبحانه وتعالى سينجيك وسيخرجك مما أنت فيه، فأنت في حالة راحة، ودلت على ذلك آيات أخرى في الكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلينا أن نعتقد وأن نؤمن أن اليسر من الله سبحانه وتعالى حال لا محالة، مهما كانت البلية يكمن معها اليسر والرحمة والتفاؤل. لذلك الله جل وعلا قال: فإن مع العسر يسرا. هذه المعية ما معنى مع العسر؟ يعني متى ما جاء العسر عليك أن تعتقد أن اليسر بجانبه، هذا جانب. والجانب الآخر، بعض الأحيان يتصور الإنسان أنه يتخلص من المشاكل بشطارته وبفعله وبغير ذلك، وممكن أن الإنسان يتخلص من كثير من المشاكل بهذه الأمور، إلا أنه عليه أن يعتقد إن أعيته السبل ولم يجد طريقا للخلاص من المشاكل فأوكلت هذه المهمة إلى أرحم الراحمين، إلى ربه جل وعلا الذي هو أحن على عبده من الوالدة على مولودها. فعلينا أن نتفاءل وأن نقلع عن القلق مهما كانت الظروف والأمور، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أيام الرحمة وأيام البركة، أيام شهر الله المبارك شهر رمضان. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى في شهره الكريم ونحن في ضيافته أن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا من المتمتعين بيسره جل وعلا،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.